ماتش الوداد اللي ما كملش اييه مالو حتى هو فالماتش ديال الوداد انا نعطيك مثلا كان كيدريني بينا حموان والاسباب اللي جعلت بيتشو يمشي للوداد هو حموان كان ما كيحملوش باي طريقه قالوا تعطوني نشد الفرقه حموان يمشي بيتشو يمشي بحال مشى بيتشو للوداد بير جيبو لاعبين كنا مشينا للسعوديه واحد الشهر جينا لعبنا ماتش مع الوداد كنت كنلعب ديك الساعه لي ليغوش لعبنا حنا غندخلو الفيستيار كان بيتشو مع الوداد الله يرحمه كان شاد بارون في يدو وقال واحد الكلمه باقا بين عيني دابا والله البريطانه ديالو الله يرحمه طلب عليه قال الحمان اليوم غندمك على حياتك وبالفعل ندمو قال لي غندمك على حياتك وغنشوفك مع الناس اللي انا باش يعرفوك شكون انت لعبنا هو في الوداد ديك هو في الوداد لعبنا باش تلعب مع بيتشو الله يرحمه او دابا خصك تنعس بكري بعدا تنعس بكري بزاف لانه كانت عنده قوه خارقه العود كيقول لي العود اذا لعبنا ماركا والواك بيت بقات تقريبا واحد 15 مينوت جا الواك بيناتي كان الواك بيناتي جا مخلص هو اللي عقل بيلاتي اذا الكرة عند بيلاتي غيشوتو بيتشو الله يرحمه الكرة تحطات انا بغيت غنصحح شي ناس ديال الوداد كيقول لك زعما محمد قطعتوني قطعتوني ديال الوداد حيت حمر نو انا حاضر ما قطع ما والو نو ناض خرجوا الجول العربي حردان مشى لعند واحد في لي رومبلاسون وخدا ليه الجاكيطه ديال السيرفيت حمراء اذا جا حردان ولبسها دولمي لبسها ليه الاخر لبس الاخر عاجا ولبس وقال لي حبس ومشى غادي يحبس محمد مرضاش بهذيك شاف ديك الشوفه بحال احتقار لعاب طراجه غتلبسو توني احمر اي واخا على حنا نجيو حنا على حنا الجمهور ديال الوداد غادي يرضى شي واحد غادي يلبس توني خضر وتحبسو ما يمكنش ما يقبلوهاش هما نهائيا سي نورمال هي عير في نطاق ديال الرياضه في التيران اما على اصدقاء على برا اذا محمد شد ديك السيرفيت ما شركهاش لاحه حيدها ولاحه عاديه لاحه ودار في العربيه حرضان وكان غير يطرى واحد المشكل وما كملش الماتش والبيناتي ما تشاش البيناتي بقى شاد البلا بيتشو شاد البالون بقى شاد البالون جلس عليه وبقى مقابل حمان قابلو زيد صيفط ليا مقابلو ما لعبناش وخرجنا